لمنتخب الأسود، وجوزيف أنطوان بيل حاضر أيضا في قائمة الحراس اللي جاءوا من أفضل الحراس في القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة، وبادو الزاكي، جاك سونجو أيضا كاميروني آخر كان حارس كبير، جاك سونجو. هذه من جديد محاولة لمصلحة فيتا في وسط ملعب نادي الزمالك، تمريرات من قدم لقدم، هذه كرة خطيرة، كرة خطيرة، أبو جبل يخطئ، أبو جبل كرة خطيرة لمصلحة فيتا، مش ممكن مش ممكن يا أبو جبل، هدف فيتا الأول يأتي الآن بخطأ فادح من محمد أبو جبل لاعب رقم 4 يونس سنتامو، يسجل الآن هدف التقدم لفريق فيتا في الدقيقة 9 من عمر الشوط الثاني. يونس سنتامو يستغل خطأ محمد أبو جبل بعد تمريرة بدون عنوان، وأيضا الدفاع أخطأ في هذه الكرة، لكن الكرة سقطت من إيد أبو جبل ووجدها يونس سنتامو اللي لم يجد أدنى صعوبة في تسجيل هدف التقدم لمصلحة فيتا في هذه اللقطة. هدف فيتا الأول يأتي الآن.